قراءة القرآن بالتدبر والفهم وما أريد به. فقال عليه الصلاة والسلام: دليل من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. حديث حسن. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. لا بد للمؤمن من جلسة يتلو فيها كتاب الله، والأكمل تسمعه عن طريق. وكلما كنت مستقيما اقشعر جلدك عند سماعه، هي أول بند. ثانيا، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، يعني قبل الفجر ركعتين قيام الليل هي نافلة، الضحى ركعتين، عندك فراغ أتلو القرآن تلاوة إضافية. الدليل، اتفقنا بالدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. معنى النوافل بصلاة وصيام وتلاوة وذكر أحد أسباب محبة الله. ثالثا، دواب ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. سمعت قصة اليوم في مصر، أستاذ جامعي له مكانة أصيب ببعض الأعراض القلبية، ذهب لبريطانيا أجريت له الفحوص، ففي شرايين متضيقة جدا وفي خطر على حياته، فما كان في راسورات حديثة، كان في جراحة قلب، قلب مفتوح. هيأ موعد بعد شهرين بإجراء العملية. جاء لمصر، مشى في الطريق مرة رأى يعني سيارة لحم وامرأة فقيرة جدا تلتقط ذرات الدهن، كيس صغير أثناء تسليم الخروف، فشبه. سأل امرأة فقيرة جدا عندها ست بنات ما ذاقوا اللحم من شهر، فسالت النخوة الإيمانية عنده، أخذ إلى اللحم اللي بتعطيها كيلين كل شهر، وهي عن 12 شهر. بيقول الأستاذ: شعرت بنشاط عجيب، نشاط عجيب، يعني كان إذا مشي خمس دقائق يحس بضيق، شعر بنشاط يعني، بس لا، في فرق واضح. لما فات للبيت شافوه مو طبيعي، نشيط أبوه، فرحوا، لكنهم أصروا عليه أن يذهب إلى لندن لإجراء العملية. المفاجأة الصاعقة، فحصوا ما في تضيق أبدا. يعني بالحب بصير شيء العقل صعب يصدقه، بالحب الله على كل شيء قدير. المحب له معاملة خاصة، المحب يتودد إلى الله والله يتودد منه، الله شكور لأنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تخطب وده ثم لا ترى من الله هذا الود. إذن باللسان والقلب والعمل والحال. لذلك من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. قال الإمام الجنيد: من علامات محبة الله دوام الذكر بالقلب واللسان. وهذا معنى قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون، بالذكر طبعا. السبب الرابع:
إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، إيثار محابه على محابك. يعني في درس علم، جلسة بالمسجد على الأرض، ضيافة ما في، مدعو لسهرة مع عشاء الطراز الأول، ورفقاتك وأصحابك وضحك وفرفشة وتعليقات لازعة وحكي بالسياسة شوي وبأسعار الدولار شوي وبأخبار الناس وأخبار فلسطين، للتسلية أخبار فلسطين صفيح هل بيتحرك لأنه هون أجمل. فأثرت درس العلم في المسجد على هذه السهرة التي لا ترضي الله. في عندك عبادة وفي نزهة، أثرت العبادة. لذلك حينما تؤثر محابه على محابك عند غلبات الهوى فهذا سبب كبير للقرب من الله. والله حدثني أخ بهالمسجد له زوجة صالحة جدا جدا وداعية كبيرة، قال لي في عندي سفرة لإسطنبول بعمل، بس هو العمل ساعة، أما بين الطيارتين 3 أيام، تأخذ معي زوجتي. طيب امرأة شابة جاءها على سفر بالطائرة لإسطنبول وزوجها تاجر، يعني شيء ممتع، إسطنبول مدينة جميلة جدا. قالت كم تكلف هذه الرحلة؟ هذه أدفعها صدقة لأسرة فقيرة، أنا بهذا أسعد. ما أبليت في مبلغ شيء 20-30 ألف. قالت له هذه الأسرة أولى بهذا المبلغ. والله أعرف تجار كبار يركبوا بالدرجة الأولى، أنا أيام أدعى كضيف رسمي بدرجة أولى، الضعف التذكرة الضعف. شو ميزاتها؟ بياخذوا المعطة بيعلقوا لك يا في حق 50 ألف العملية جا. في إلى كاسة عصير قد ما تقبل الضيافة، أقول كم مجلة زيادة ومقعدك واسع شو فيك تمد رجليك. هي هي كلها 50 ألف بيتزوج شاب فيهم. صح أعرف تجار مؤمنين طاهرين والله بيركب درجة سياحية مقعد ضيق وسفرة طويلة، لكن الفرق تعطيه شاب أن تؤثر محابه على محابك. الآن مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها، يعني أسماء الله الحسنى باب كبير لمحبة الله. اسم اللطيف في شرح طويل، الآن في سيديات، سيدي بسيط في 100 ساعة صوتية و2000 صفحة نص صوت. عيش مع أسماء الله الحسنى شهر 100 يوم كل يوم باسم، تقرأ النص تستمع للصوت. فالحب يحتاج إلى طلب علم. مطالعة أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى أحد أسباب معرفته، ومستحيلا وألف ألف مستحيل، بل كما قال ابن القيم من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه، ومن أعجب العجب أن تطيعه ثم لا تسعد بقربه. والله إن لم تقل أنا أسعد من في الأرض إلا أن يكون الآخر أتقى مني لا تكون محبة. السعادة العظمى وجدها يونس وين؟ في بطن الحوت. فنادى في الظلمات سيدنا النبي وجدها في الغار، لقد رأونا. قال لا يا أبا بكر، ما قولك في اثنين الله ثالثهما؟ أصحاب الكهف رأوها في الكهف. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ومشاهدة نعمه الظاهرة والباطنة. يعني أنت فت لبيتك لك بيت، الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. عندك زوجة تنتظرك، الطعام مهيأ، ترتدي لك أجمل الثياب، نعمة كبرى. عندك أولاد يملؤون البيت فرحة، صحتك طيبة، لك دخل،
هي النعم الأساسية يملكها جميع الناس، بس شقاء الناس يكفرون النعم التي أكرموا بها، يبحثون عن نعم لا يملكونها. إذا مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، لكن أقرب طريق إلى محبة الله انكسار القلب بين يدي الله. نور الدين الشهيد لما واجه التتار سجد وقال: يا رب، من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك. كلما انكسرت أمام الله ازدادت محبة الله لك. قد ما فيك كن عزيز أمام الخلق، كريم، عفيف، لك مكانة، لكن بقدر ما تستطيع تذلل أمام ربك. سجود، ابكي في السجود، تذلل له: يا رب ما لي غيرك، أكرمني، يا رب اغفر زلتي، يا رب استر عورتي، يا رب آمن روعتي، يا رب اقبل توبتي، يا رب غمرتني بفضلك، غمرتني بحلمك، غمرتني برحمتك. نجيب الليل. إذن ومن أعجبها انكسار القلب بين يدي الله تعالى. يقول بعض العلماء: والله لو جمع للعابدين جميع لذات الدنيا بحذافيرها لكان امتهان أنفسهم لله بطاعته ألذ وأحلى عندهم من ذلك. الثامن: الخلوة لمناجاة الله. أصلي في غرفة الجلوس فاتحين أخبار، عم يتناقشوا، عم يتقاتلوا، أنت معهم مو مع الله. بكل بيت كان قديما في مسجد صغير، غرفة صغيرة، زاوية بغرفة، طرف غرفة الضيوف، هذا للصلاة. يفوت الشاب يصلي هون، في هدوء، في صمت، في تجلي، في إقبال. اجعل في بيتك مسجدا، مصلى صغير، صلي في الزوجة والزوج والأب والابن والأخوات. الخلوة في وقت النزول لمناجاة وتلاوة كلامه. أنا بقول لأخواننا بالحج: إياك ثم إياك ثم إياك أن تجلس في عرفات بالخيمة. ليش؟ فيها 50 زلمة، فيها 50 إنسان، مستحيل أن تبكي أمامهم، مستحيل أن تناجي ربك أمامهم، مستحيل أن تتذلل لله أمامهم. ما بتقدر. في تقارير عامة، قل له اطلع على الحرش تحت شجرة، خذ مصحفك وهنيك ابكي. هذا لقاء مع الله، هذا أهم يوم بحياتك. التاسع: مجالسة المحبين. مو المجتمع المخملي اللي كله فسق وفجور. المحبين ولو كانوا فقراء، والله أحيانا تجلس مع إخوة المؤمنين تقول: والله نحن في الجنة. يكون بيت متواضع، كاس الشاي، كعكة فقط، بس في حب، في مذاكرة علم، في شجون، في مبادلة أحوال. مجالسة المحبين والصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، هذا من أسباب محبة الله لك. وين موجود؟ مع المؤمنين، مع المتواضعين، مع المخبتين، مع الصادقين. لذلك من أكبر نعم الدنيا أن يكون لك جلسة مع إخوانك المؤمنين. العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. ممكن تشاهد شيء خطأ، غض بصرك، لا تفتح إلا على شيء صحيح، صحيح فقط. أخرج هذه الشهوة من نفسك كليا. هكذا مادام في إطلاق بصر، متابعة. طبعا نساء كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، عندك أم المؤمنين، إنسانة طاهرة عفيفة مستقيمة رائعة، لكن ما عندها هذا الشكل الذي تبدو به من على الشاشة. أنت تنحجب، هي
ليش ما أخذت مثل هاي مثلا؟ كل شيء ممكن يصرفك عن الله عز وجل بعيد عنه، ولا نظرة. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة، ودخلوا على الحبيب. وملاك ذلك كله في أمرين: الأمر الأول استعداد النفس لهذا الشأن، والثاني انفتاح عين البصيرة. الآن أحد الأسباب الأخرى قطع علائق الدنيا، إخراج حب غير الله من القلب، فإن القلب مثل الإناء لا يتسع لشيئين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الآن مما يدعو إلى الحب قوة معرفة الله تعالى، أري كتابه، أري تفسيره، أري الحديث الشريف، أري السيرة. عندك ذخيرة كبيرة جدا من الحقائق عن الله عز وجل.